بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في لقاء يتجدد بكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، نتناقش معكم حول أهم الهموم والقضايا التي تهمكم في بث مباشر ينقل أصواتكم إلى المعنيين في مختلف الجهات المعنية. حلقة اليوم خصصناها لقضية مهمة تتصل بالاستقرار النفسي والمعيشي لقرابة 10,000 طالب يمني مبتعث للدراسة في الخارج، ينتشرون في أكثر من 15 دولة شقيقة وصديقة. عام كامل مر وحتى الآن لا يزال طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في الخارج يراوحون في مربع المعاناة، ولا يزال بعض المعنيين في بعض السفارات اليمنية يتنصلون عن مسؤولياتهم، ربما عن عجز وربما لأسباب أخرى. طلاب اليمن في الجزائر كانوا هم من قدحوا شرارة الاحتجاجات الطلابية لزملائهم المبتعثين أواخر ديسمبر من العام 2012، رفضا لسوء التعامل الإداري مع مطالبهم، والتحق بهم زملائهم في كل من المغرب ولبنان ومصر وروسيا والهند وألمانيا وماليزيا والسعودية، ثم توسعت حركة الغضب الطلابي لتشمل أكثر من 10 دول. عزز هذا الغضب بطء أو تلكؤ الحكومة في التعاطي الإيجابي العملي مع مطالب الطلاب. الزميل محمد اليزيدي أعد لنا تقرير وحاول من خلال هذا التقرير تلخيص قضية الطلاب المبتعثين، نتابع. لم يعد الحديث عن تصدر الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج للمراكز الأولى في التحصيل والبحث العلمي هي من تتصدر واقع الابتعاث الخارجي والتبادل الثقافي كما كان في السابق. فمنذ أن وضعت الميليشيا الإنقلابية يدها العابثة على مقدرات الدولة حتى باتت الغالبية العظمى من الطلاب المبتعثين يواجهون أوضاعا صعبة نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر. طالب اليمني في الخارج هو ضحية الصراعات التي تحدث داخل اليمن، ولكن ليس لهم علاقة، يجب على الحكومة أن تساعد هؤلاء لأنهم مستقبل اليمن، لأنهم هؤلاء الأشخاص الذين سيقومون بالنهضة في اليمن. ولا تنحصر معاناة هؤلاء الطلاب في عجزهم عن توفير متطلبات السكن والمعيشة، بل والتلويح بالفصل من مقاعدهم الدراسية والحرمان من استخراج وثائق التخرج لمن أنهى سنوات دراسته لعدم دفع الرسوم الدراسية. إيش ذنب الطلاب المبتعثين للدراسات في الخارج؟ ايش ذنبهم ما يتحصلوا على المستحقات المالية؟ وخاصة مهددين من قبل الجامعات بالطرد. وما ذنب المبتعثين الدارسين المتزوجين؟ هل بيصرفوا على اهلاتهم ام بيواصلوا دراستهم في دول الخليج في دول المبتعثة؟ ومع استمرار تجاهل الحكومة الشرعية للحالة الحرجة التي وصلت إليها أوضاع الدارسين في الخارج وتراكم وعود الصرف دون أي تنفيذ على أرض الواقع، تحولت يوميات الكثير من الطلاب من القاعات الدراسية إلى البحث عن سبل العيش. محمد اليزيدي لبرنامج المنصة. إذن تابعنا هذا التقرير للزميل محمد اليزيدي عن معاناة الطلاب المبتعثين. نذكر بإمكانية التواصل معنا مباشرة من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة، وأيضا التفاعل من خلال صفحة البرنامج. الذين اتصل الأخ مصطفى من الهند، أهلا بك مصطفى. حياك الله الكريم. تفضل مصطفى، أنت أحد الطلاب المبتعثين في الهند، حدثنا عن وضعكم ومعاناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اولا اوضاع الطلاب في الهند مثلها مثل الطلاب في اي دوله من دول العالم في الخارج. هناك معاناه شديده الطلاب يعانونها، هناك كثير من المطالب الطلاب حتى الان لم يحصلوا على حقوقهم منذ اكثر من 7 اشهر. الطلاب يعيشون اوضاعا صعبه، بعضهم مع اولادهم مع اسرهم هنا لا يستطيعون إيجاد لقمة العيش أو تكاليف لقمة العيش، بل بعضهم الآن يبيع أثاث منزله لكي يوفر تكاليف لقمة العيش في الهند. هنا أوضاع صعبة، لهم أكثر من 8 أشهر أو 7 أشهر لم يحصلوا على حقوقهم منذ أكثر من 7 أشهر. لا نعرف بماذا تفكر هذه الحكومة، كان مسؤولون في إدارة التعليم العالي، كيف يفكرون؟ على ماذا يعيش الطلاب في الخارج؟ الطالب اليمني هو اساس
أساس البناء، الطلاب والشباب هم أساس البناء لأي مرحلة قادمة، ولذلك لا يمكن أن نستوعب، لا يستوعب غير مستوعبين الآن ما تقوم به الحكومة أو تجاهل الحكومة لحقوق الطلاب اليمنيين في الخارج. نعم في الكريم. ألو. طيب مصطفى، بس زملاء يعني، طيب مصطفى فقط أود أستوضح منك عن نقطة، هل جميع الطلاب في الهند لم يستلموا مستحقاتهم أم ربما هناك المستحقات صرفت للبعض دون عن الآخرين؟ هناك بعض الطلاب حصلوا على ربع واحد أو من حقوقهم، يعني حقوق 3 أشهر فقط، والبعض الآخر والكثير لم يستلموا حقوقهم، هناك بعضهم موجودين لهم أكثر أصحاب الاستمرارية من الجامعات اليمنية لم يستلموا حقوقهم حتى الآن. كثير من الطلاب لم يستلموا حقوقهم، هناك الكل ما استلموا وايضا ضد من حقوقهم ولم يستلموا حقوقهم كامله. طيب ما هي المعايير ان يستلم البعض دون عن الاخرين؟ لماذا تصرف للبعض والبعض لا؟ لا نعرف هذا السؤال يوجه به لوزاره التعليم العالي، ما هي المعايير؟ وهناك ايضا انتكائيه في تسليم المستحقات، يعني هناك بعض الطلاب يعني لديه اشكاليه معينه ونفاجأ أنه يتم صرف مستحقات جزء من المستحقات للبعض ويحرم منها البعض الآخر. هناك أخ من الإخوان الطلاب أضرب عن الطعام في مبنى الملحقية واستدعى الملحق الثقافي والملحق المالي، قاموا باستدعاء البوليس بدلا من أن يصدموا الطلاب أو يعملوا على إيجاد حل مشكلته، قاموا باستدعاء البوليس وأخذه إلى السجن. هل نحن نوجه سؤال عبر قناتكم الكريمة، عبر قناتكم الباطن الذي تقف دائما يا جماعة الطلاب، نتوجه للسؤال، هل هكذا المسؤولون يتعاملون مع الطلاب؟ هل هذا هو التعامل الأمثل لمسؤول المفروض أن يتجه إلى جانب الطلاب أن يستدعي البوليس ويأخذ الطلاب يأخذونه إلى السجون في بلاد الغربة؟ هذه التساؤلات مشروعة وهي مطروحة. شكرا لك مصطفى، فقط أعتذر منك على المقاطعة حتى نتيح فرصة لأكبر كم من الطلبة المبتعثين حول العالم. لدينا اتصال آخر أيضا، الأخ يحيى العتواني. أهلا يحيى. نعم يحيى تفضل. نعم أخي الحبيب، هناك مشاكل كثيرة تواجه الطلاب اليمنيون في المبتعثون في الهند وفي عموم أنحاء العالم، أولها المستحقات الربع الرابع للمنزلين قسرا بدون وجه حق، وتم تنزيلهم بدون الرجوع إلى أي وثائق أو مستندات، برغم أن مستحقاتهم وصلت وتم احتجازها في الملحقية كما قال الطلاب أو كما أخبرنا الطلاب التي نزلت أو وصلت مستحقاتهم. أنت يا حيد تتحدث عن طلاب في أي دولة؟ نعم هنالك طلاب وصلت مستحقاتهم ولم يتم صرفها بحجة التخرج، برغم وجودهم في الهند كعالقين لم يستطيعوا السفر مع أسرهم إلى اليمن، وكما تعرف أن الوضع وضع الطيران لم يسمح لهم باليمن، وهؤلاء من حقهم أن يأخذوا الأرباع التي بعد التخرج في القانون أن يستلموها، ولكن يعاملوا بهذه الطريقة. كذلك اتهامات للملحقية بالتعامل مع الطلاب بانتقائية، على سبيل المثال صرفت مبالغ لطلاب بعضهم قد سافر إلى اليمن ولدينا أدلة، ومع هذا استلموا المبالغ كاملة وقد مضى على تخرجهم فترات كبيرة، وفي طلاب لم يتخرجوا بعد ورفع بهم من قبل الملحقية إلى وزارة المالية أنهم قد أكملوا دراستهم أو أكملوا فترتهم. طيب يا يحيى، أنت ما تعتقده أنه انتقائية ربما في التعامل صرف المستحقات لبعض الطلاب دون عن الآخرين، ربما قد تكون هناك مبررات لدى وزارة التعليم العالي والجهات الرسمية لهذه العملية للصرف لطلاب دون آخرين؟ لم أسمع واضحا، لكن على كل هناك أيضا اتهامات للملحقية بالتعامل بالزواجية مع الطلاب، فهناك طلاب تخرجوا ولم يبلغ عنهم أنهم تخرجوا أو أكملوا أو استكملوا دراستهم. طيب بينما طلاب بأنه في إشكالية في التواصل، أنت لا تسمعني بشكل واضح يحيى، شكرا جزيلا لك على ما طرحته، يبدو أن هناك إشكالية فنية في التواصل، يحيى لا يسمعني.
تفيد المعلومة طبعا أن عدد الطلاب المبتعثين الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج يناهز 12 ألف طالب وطالبة منفدين من 30 جهة حكومية، منهم نحو 9000 طالب وطالبة مبتعثين من الوزارة نفسها وزارة التعليم العالي، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنويا أكثر من 15 مليار ريال، منها 11 مليار مدرجة ضمن موازنة وزارة التعليم العالي. نعود لاستقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام. طيب، حول هذا الموضوع ايضا تلقينا بعض من المشاركات المصوره، نتابع جزء منها. معاناه في تاخر مرتباتهم الفصليه التي ترسل من وزاره التعليم العالي والجهات المانحه لهم، تكاد تكون معضله كبيره تعيق مسيرتهم التعليمية وتؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، خصوصا أنهم بعيدين عن أسرهم وذويهم، وكذلك أنهم مبعوثين لتحصيل العلم، فمدى ما تأخر المرتبات عليهم أصابهم بعض من الإحباط وبعض من التشوش والتأثير النفسي والذهني الذي يعيق إبداعهم وتحصيلهم العلمي. نحن نوجه رسالة إلى القائمين في وزارة التعليم العالي وعلى الجهات المانحة والمؤسسات الداعمة للطلاب أن يبادروا بإيجاد الحلول الناجعة لحل هذه المعضلة، وأن تستمر إرسال المرتبات بشكل سلس وميسر، والبحث عن وسيلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن هناك لنا طلاب وزملاء يعانون معاناة جدة في الصعوبة وكذلك من قسوة المعيشة. حقيقة من خلال تواصلنا مع إخوة لنا وأشقاء دارسين بعدة دول خارجية، لمسنا منهم حقيقة حجم المعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع المخصصات المعروفة لهم. إذن كانت هذه جزء من المشاركات التي وصلتنا عن موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة، معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج، هي معاناة مستمرة على مدى العديد من الأشهر. أذكر بإمكانية التواصل معنا مباشرة من خلال أرقام الهاتفة وأيضا من خلال التعليق المباشر على صفحة البرنامج. لدينا اتصال الأخ محمد حاجب، أهلا بك محمد. محمد حاجب من الهند، أهلا بك يا محمد. محمد، بالنسبة للوعود التي تصلكم، الوعود الحكومية، ماذا عنها؟ هل هناك تفاعل مع المعاناة هذه المستمرة بالنسبة لكم؟ سمعنا لمشاركتين واتصالين من زملاء لك في الهند، ربما تتفق أنت معهم في ماذا، وأين هناك اختلاف ربما أنت بالنسبة لك ومعاناتك كطالب مبتعث؟ هل استلمت مستحقاتك أم لا؟ عفوا يا اخي، الصوت ليس واضح عندي، لا ادري لماذا. طيب انا اسمعك، صوتي لا تسمعه بشكل واضح، يبدو ان لدينا مشكله فنيه، بامكانك التعليق وطرح رايك في هذا الموضوع. اوكي ان شاء الله. تفضل. نعم، انا اريد ان اشارك بكلمه بسيطه فقط. كيف يمكن انهاء معاناه ليس الطلاب اليمنيين المفدين فحسب، ولكن سؤالي هو كيف يمكن انهاء معاناة الطلاب اليمنيين والذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج؟ ينبغي ان تعلم اخي الكريم ان الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج اكثر من 80% بينما 20% هم الطلاب المفدين. الكل يعاني اخي العزيز. المسؤولين مسؤولية الحكومة، ينبغي ان تنظر وان تراعي معاناة الطالب في الخارج. ما ذنب اولئك الذين يدرسون على حسابهم الخاص 6 أشهر او 7 أشهر انقطعت فيهم السبل، وهم معتمدون على مرتباتهم، ليس لديهم إلا مرتبات يعتمدون عليها ويكتفون بها. معظمهم لا يجدون ما يأكلون الآن في سكناتهم، لا يستطيعون أن يداومون حتى إلى كلياتهم، لا يمتلك قيمة مواصلات ذهابا وإيابا من الكلية إلى شقته. أخي الكريم، الطلاب جميعهم يعانون. نعم إخواننا المفدين يعانون، الطلاب السندرية الذين انقطع فيهم السبل منذ عام ولم يستلم استمرارياتهم ايضا يعانون. ايضا الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصه اضعاف مضاعفه يعانون ايضا اخي الكريم. ينبغي للدوله ان تنتبه لهؤلاء الطلاب الذين بذلوا اموالهم وجهودهم للعلم من اجل بناء وعزه الوطن.
هذا ما ينبغي يا أخي أن تركز عليه. كيف يمكن أنهاء معاناة الطلاب اليمنيين المفادين والذين يدرسون على حسابهم أيضا؟ هل أولئك الذين يدرسون على حسابهم لا يعانون؟ معاناتهم أكثر من المفادين في الكريم. أكيد. شكرا لك محمد حاجب، طالب مبتعث في الهند. لدينا اتصال آخر من أحد الطلاب من روسيا. أنور. أنور السفياني من روسيا، أهلا بك أخ أنور. ألو أنور، حدثنا عن أوضاعكم كطلاب في روسيا. نعم الصوت مش واضح. لا تسمعني يا أنور، تسمعني الآن؟ ألو. طيب يبدو أن مشكلة الاتصال غير واضحة لدى الجميع، لذلك بإمكانك طرح مشكلتك أنوار ورأيك في الموضوع. يبدو أن الصوت مش واضح عندي ولا سامع شيء. طيب اتصال من ماليزيا طارق، أهلا بك أخ طارق. أهلا وسهلا طارق، تسمعني؟ نعم نعم. تفضل طارق، ماذا عنكم في ماليزيا؟ هل استلمتم مستحقاتكم وكيف هي أوضاع الطلاب؟ أولا شكرا جزيلا للقناة في رسالتها الريادية واهتمامها بقضايا الشأن العام الوطني والذي يعتبر الطلاب والشباب في جوهرة هذا الشأن، وهذا الاهتمام يشعرنا حقيقة أننا وكل القوى المخلصة في البلاد في جبهة واحدة لاستعادة الدولة وترسيخ قواعدها على أسس صحيحة، وهي مهمة نضالية ومشوار طويل ليس بالسهل. أما فيما يخص قضية الطلاب بشكل عام فأعتقد أنه ما يسري على بقية البلدان يسري على ماليزيا، إلا أنه ماليزيا لها طابع خاص بحكم أنه لديها هنا أكثر من 30% من نسبة الطلاب المبتعثين في ماليزيا. في الحقيقة قضية الطلاب بشكل عام تعتبر جزء من نتيجة الأوضاع الراهنة، كل قضايا وكل الفئات وفئات وشرائح المجتمع تعاني من الأوضاع الراهنة، إلا أنه هناك بعض القضايا في الحقيقة أكثر إلحاحا وحساسية من بعضها، ومنها قضية الطلاب في الخارج نتيجة لعدة أسباب، منها أولا أنهم في بلاد غربة، ثانيا أنهم يعكسون صورة البلد والدولة في الخارج، بمعنى أنه كل ما تأخرت الدولة أو عرقلت مستحقاتهم أو تعامل معهم الأشخاص الذين من المفترض أن يتعاملوا معهم بمسؤولية هنا في البعثات الدبلوماسية في الخارج، كلما انعكس ذلك على وضع الطلاب وأدى إلى ظهور الاعتصامات والتنديدات والبيانات وما إلى ذلك والاعتقالات طيب نريد أن نفهم، نحن نسمع وعود من المسؤولين والحكومة فيما يخص حل مشكلتكم كطلاب، أين تذهب هذه الوعود والمعالجات؟ ما الذي يحصل وما الذي حدث خلال الفترة الماضية؟ كلنا نرى هذه الوعود، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، يعني في الأخير ما يهمنا هو الطحين وليس الجعجعة. حقيقة هؤلاء الطلاب موفدين بقرارات إيفاد صادرة عن السلطات المسؤولة من قبل هذه الأحداث حتى، إلا أن المشكلة هنا نستطيع أن نقول أن بعض المسؤولين هنا بدلا من تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية التي على أساسها أرسلوا من أجلها قاموا بالبحث عن متاهات وتفاصيل أخرى من الطلاب بحجج تافهة، مثلا يعني هناك طلاب يطلقون عليهم اسم الاستمرارية، وهذا وعندما يأتي وزير التعليم العالي نتخاطب معه فيكون هناك رد مختلف، يأتي وزير الخارجية ثم نتخاطب معه مرة أخرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فيتكلم بصيغة مختلفة وكأنه لا يعني من هو الوزير المعني والمسؤول المباشر باعتقادك طلال؟ من اللوم على الآخر. طيب طلال، تعدد المسؤولين بالنسبة لكم كطلاب، من المسؤول المعني والمباشر الذي يمكن أن يحل هذه المشكلة أزمة مستحقات الطلاب، من هو؟ في الحقيقة نحن نتعامل مع دولة، وكيان الدولة لها كيان اعتباري هنا عندنا هو ممثل بالسفارة والملحقية الثقافية بشكل أساسي. تعامل نحن متفائلون طبعا أن الطلاب هو المفترض أنه الطلاب هؤلاء هم مسؤولية السفارة ومسؤولية الملحقية في المقام الأول، ونحن هنا نتخاطب معهم. هم يتعاملون لأنهم دولة يتعاملون مع هذه أشياء تخصهم، مع من يتعاملون، مع من يتراسلون، هذه أشياء تخص الدولة كدولة وإجراءات دولة لا تعنينا، إنما يعنينا أن نرى مستحقاتنا تصل في أوقاتها، أن يتم معالجة نتمنى ذلك ونحن معكم حتى تصرف مستحقاتكم في قناة بلقيس. هذا الموضوع ربما من المواضيع المهمة ويحظى بالكثير من الاهتمام والمتابعة لدينا في قناة بلقيس. شكرا لك طارق من ماليزيا. لدينا اتصال آخر، أنور السفياني من روسيا. أنور
تسمع لنا بشكل واضح؟ أنور؟ طيب اتصال آخر الأخ عبد الله. عبد الله قاسم. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي، تفضل أنت على الهواء. أيوة تفضل، معك عبد الله قاسم من الهند. تفضل عبد الله اسمعك. أيوة، بالنسبة للطلاب الاستمرارية نحن لسه بدون، وكمان لم تصرف لنا الأرباع. تسمعنا واضح؟ أسمعك بشكل واضح. أسمعك، تفضل عبد الله. أيوة سالي. وبالنسبة كنا عاملين مظاهرات وأخرى احتجاجية في السفارة الملحقية، في السفارة اللي في نيودلهي، قام الباجل الشميري ومازن القعقري باستدعاء البوليس واستدعاء الشرطة والقبض على جميع الطلاب اللي واقفين وقفة احتجاجية في السفارة. ولنا لم نجد الأرباع، لم تصرف لنا من الربع الثالث والرابع والأول والثاني حتى الآن. طيب في الأخير تم احتجاز الطلاب ومن ثم الإفراج عنهم من أقسام الشرطة الهندية، هل تلقيتم أي وعود جديدة يمكن أن تحل مشكلتكم؟ ما في أي وعود جديدة، وإنما كله يعني خبر، يعني ما في يعني خبر قاطع وصرف المستحقات الأولية للطلاب. وكمان طلاب يعني ما عندنا إيجارات لأصحاب المنازل، وكمان ما عندنا مصاريف دراسة وعندنا رسوم دراسية، لم نجد أي حاجة. طيب شكرا جزيلا لك عبد الله قاسم من الهند. الأخ فيصل حميدي. بن فيصل تفضل انت على الهواء اخي. اتصال اخر الاخ احمد الجابري. احمد الجابري من الهند. طيب اذكر فقط بامكانيه المشاركه في واقتراح محاور للحلقات القادمه بتسجيل مقاطع فيديو من خلال الواتساب وإرسالها لنا عبر الأرقام المخصصة للبرنامج أو صفحة البرنامج على الفيسبوك. وأود الإشارة فقط إلى أنه مع انطلاق الاحتجاجات الطلابية في الخارج قبل 4 سنوات كانت أهم المطالب تتلخص في زيادة المساعدة المالية بمعدل 200% ودعم الرسوم الدراسية بنسبة 50% وإعفاء الطلاب مع أسرهم من رسوم تجديد الجوازات أو الإضافة في تعميد الوثائق الدراسية. في ظل المستجدات الراهنة صار الطلاب يبحثون عن ما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعيشي بانتظام تسليم مستحقاتهم ومخصصاتهم في مواعيدها دون تأخير. وعن نفس الموضوع، طيب قبل اتصال، طيب نذهب إلى صفحة الفيسبوك ونقرأ مجموعة من التعليقات. إد الفقي يقول: وزير التعليم العالي حسين با سلامة سبب كل مشاكل الطلاب، فعلى سبيل المثال فيما يخص طلاب الاستمرارية مبتعث الجامعات الحكومية تفاجأنا بالأمس بأنه وجه بحل مشكلة طلاب جامعة عدن فقط وتجاهل باقي الجامعات. مشاركة أخرى الأخ أحمد حجوري يقول: لا أريد أن أتحدث عن كل الطلبة ولكن أتحدث عن قضية طلاب الاستمرارية موفدي الجامعات اليمنية في الخارج. نحن لنا سنة معنا قرار استمرارية لدراسة الدكتوراه من جامعاتنا بعد أن أنهينا الماجستير والملحق الثقافي في مصر. وهيب خدابخش رافض النظر في موضوعنا ويتنصل بأن يرفع بنا إلى الداخل عدن لاعتمادنا، وأخيرا رفع بنا السفير تحت توقيع لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء وجه بحل قضيتنا وفوجئنا بمجلس الوزراء الأخير يحولنا إلى لجنة وأنتم أعرف ما تعني اللجان. عبد الغني يقول: جامعات صنعاء وحجة وذمار وتعز وإب والحديدة وعمران والبيضاء لا مرتبات لموظفيها في الداخل ولا استمرارية للموفدية في الخارج. اتصال الأخ بن فيصل مرة أخرى معنا على الهواء. أخ بن فيصل كيف
الو الاخ بن فيصل حميدي، يبدو انه لا يسمعنا. اتصال من الاخت رانيا الهاشمي. رانيا الهاشمي من الهند، تسمعيني رانيا؟ الو ايوه تفضل رانيا، انت على الهواء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم اسمعك. في الحقيقه في الحقيقه في الاول اشكركم على بث هذا البرنامج، لانه في الحقيقه اجف الاونه التي الطلاب اليمنيين المبتعثين يعانون من الغربة، غربة الوطن، غربة الأهل، غربة الديار، ويعانون أيضا من غربة أنهم لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما يصرفون حتى يعني لكي يكملوا مشوارهم الدراسي. يعني فلنشتي نوصلوا رسالة للشرعية، يعني هل الطالب اليمني هذا مكتوب له يعني الغربة والاغتراب داخل الوطن وخارجه؟ يعني مثلا في 10 ابريل، في 10 ابريل طلاب يمنيين لا يريدون استمراريه، يريدون صرف مستحقاتهم الماليه. قاموا بوقفه احتجاجيه امام السفاره الهنديه، امام السفاره اليمنيه في نيو دلهي. يعني ماذا لم يقوموا بوقفه سلميه احتجاجيه فقط مطالبين فيها بحقوقهم الماليه حتى يكملوا مشوارهم الدراسي. إذا بالسفير يعني بدل يعني السفير في نيودلهي يعني ما يقوم بتقديم يعني الكلمات الطيبة والوعود حتى ولو كانت تسويفية، لا، قام باستدعاء البوليس والشرطة الهندية. يعني أداة الشرطة، أداة البوليس الهندي قام بالقبض على هؤلاء الطلاب اليمنيين، وكأنهم يعني كأنهم بلاطجة، ليسوا طلاب يمنيين مغتربين يطالبون بحقوقهم. طيب رانيا بالأخير، يعني السفارة وموظفي السفارة ما الذي يمكن أن يقدموه لحل مشكلة الطلاب؟ بالنسبة لموظفي السفارة ما الذي يمكن أن يقدمه لحل مشكلة المستحقات؟ الموظف في السفارة ممكن يوصل صوت الطلاب اليمنيين، لا يقوم بمعاملتهم يعني كمعاملة أي بلاطجة أو أنهم يعني مخربين أو كذا. على أقله يعني يستوعب كلامهم، يستوعب ويقوم بإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية كونهم المسؤولون بذلك. تمام، شكرا جزيلا لك رانيا الهاشمي. هذا ليس حقيقة ليس في الهند فقط، في جميع البلدان العربية، في جميع البلدان أينما تواجد الطالب اليمني فإنه يعاني من 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 انهضام حقوقه، يعني يعاني من 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 سلب جميع حقوقه. ولا ندري لماذا هكذا مكتوب على المواطن اليمني في كل مكان العيش بهذا الشكل، هذا الوضع مع الاسف. شكرا لك رانيا الهاشمي من الهند. اتصال اخر من احد الطلاب، الاخ عبدو من المغرب. اخ عبدو في المغرب، كيف هو وضع الطلاب وماذا عن اذا كان هناك جديد فيما يخص صرف مستحقاتكم والتجاوب مع هذه المطالب؟ أخ عبدو، اتصال آخر الأخ عبد العزيز. عبد العزيز من موسكو، تفضل عبد العزيز. وعليكم السلام. معك عمرو مدني من اليمن. عمرو المدني من اليمن. عمرو المدني من اليمن، تفضل عمرو. طبعا معي حل بسيط للموضوع الطلاب في اليمن. مقترح يعني اتمنى انه مثلا وزير الخارجيه او يصير الى اي بلد يكون يقول له يعني ممكن السفيره او الدوله الذي الطلاب الساكنين فيها يحاول قدر المستطاع انه يتعافى او يعني او يعوض الطلاب اليمنيين. يعني مش ضروري يبداوا مستحقاتهم، هم عارفين انهم الطلاب يعني ساعدين وما فيش معاهم ما يبداوا لنا، لهذا ما في مشكله انه يصير الوزير الخارجيه لجميع الدول يطالبهم
انه ما في داعي انه الطلاب اليمني او يتكسل بموضوع اعطاء الرسوم للطلاب اليمنيين في هذه الدول. وبهذه الطريقه ما يعني حلينا الموضوع بشكل موضوعي. شكرا لك عمرو. طيب اتصال اخر. الاخ عبد السلام عارف من موسكو، اهلا بك اخ عبد السلام. اذا كان لدينا اتصال اخر، الاخ عبد السلام عارف من موسكو يبدو انه لا يسمعنا. طيب الحقيقه ان مشكله الطلاب هي متعدده الجوانب، هم من عده فئات، تتعدد جهات ابتعاثهم بين الجهات الحكوميه والمدنيه والعسكريه وايضا الفنيه. أيضا هناك فئة لا تختلف ربما من حيث المعاناة وأشار لها أحد المتصلين، هي من يدرس على حسابه وبسبب ظروف الحرب وتأثيراته أثر على ظروف أسرته وبالتالي تأثر على ظروف الطالب في المهجر في الدراسة. الوضع متدهور فعلا وربما المجال متاح للجهات الأهلية المهتمة برعاية الطلاب بالتدخل للتخفيف من معاناة الطلاب بشيء من الخدمات أو ما يمكن تقديمه. البعض يرى هكذا، أن تطرح هكذا حلول، أو ربما مثلا الجهات الإغاثية، المنظمات الدولية والمحلية التي تتحدث عن موضوع الإغاثة يمكن أن تقدم منح أو مساعدات للطلاب، هكذا البعض يرى كجزء من الحلول. وصلتنا بعض المشاركات المصورة حول الموضوع، نتابع جزء منها. الطلاب الدارسين في الخارج يعانون معاناة كثيرة في البلدان التي يدرسون فيها، وذلك بسبب تأخر مستحقاتهم المالية من إما من الحكومة أو من الأشخاص أو الجهات الداعمة التي بعثتهم إلى هذه الدول. هذه التأخر في مستحقاتهم المالية قد يعرضهم إلى الملاحقة القانونية في هذه البلدان، وقد يعرضهم أيضا لتحمل أعباء فوق أعباء الدراسة بسبب الظروف المعيشية التي تتطلب سرعة الحصول على مستحقاتهم المالية. تأخير مستحقات أدى لطلابنا أنهم تركوا الهدف الرئيسي لابتعاثهم هو التحصيل العلمي إلى البحث عن مصادر رزق عن طريق العمل في مهن غير مهنية أو غير منطقية أو غير واقعية كالعمل في المطاعم أو غيرها، مهن ليس الهدف الرئيسي لهؤلاء الطلاب. لذلك نحن نشيد بالحكومة ونناشدها أن تحول مستحقاتها في أسرع وقت ممكن حتى لا يجد طلابنا لهذه الحرف وتعطيل الهدف. تابعنا بعض المشاركات حول الموضوع، لدينا اتصال أخ علي الشريف. مرحبا أخي. الأستاذ علي الشريف سفير مفوض في السفارة اليمنية في المغرب، نشكر لك تجاوبك وتفاعلك معنا. ضعنا في صورة آخر المعالجات الممكنة الآن لوضع الطلاب، أين هي المشكلة معالي السفير؟ وزير مفوض بس تصحيح الله يخليك، وليس سفير مفوض، وزير مفوض. نعم، أولا شكرا لكم أخي العزيز ومساءك سعيد، أنت وضيوفك الكرام والمشاهد الكريم. شكرا لك. شكرا لكم لقناة بلقيس، هذه القناة الرائدة التي تبذل جهود رائعة وتشكل نافذة مهمة للوصول إلى المعلومة وإلى الحقيقة. احنا بالنسبة لنا في السفارات تشكل هذا الموضوع هاجس كبير بالنسبة لنا، ونشعر بمسؤوليتنا تجاه مستحقات الطلبة. المشكلة الأساسية أخي العزيز، طبعا المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على المؤسسات التي قامت بعملية الإيفاد مثل وزارة التعليم العالي والمالية، وهناك فهم مغلوط أحيانا، يعني السفارات هي قناة تواصل بين الداخل والخارج، وهي تقوم برعاية الطلبة وغيرهم من المواطنين، حمايتهم ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم وكل قضاياهم وترتيب أوضاعهم القانونية في البلد التي هم فيها. وبالتالي ليس من المنطق أن يتخذ الطلاب من السفارات جهة معادية لهم، هي إلى جانبهم والمتابعة مستمرة باستمرار دائما. وعندنا في المغرب يعني السفارة تبذل جهود كبيرة. طيب تبذلون جهود كبيرة وهناك متابعة مستمرة من قبلكم وربما تشكرون على هذه الجهود، ما الذي أثمرت عنه هذه الجهود؟ حتى الآن لم تصرف أي المستحقات.
يعني آخر ما توصلت إليه يعني هذه الجهود أن حسب إشادة وزير التعليم العالي والوكيل أن المستحقات الربع الأول ستصرف خلال الأيام القليلة القادمة. يعني هناك مشاكل أخرى يعني في مثل قضايا الطلاب الاستمرارية، هذه لأنه قضايا الطلبة ليست سواء، طلاب الاستمرارية ليسوا سواء، هناك طلاب ليست لديهم قرارات إيفاد، وبالتالي هؤلاء يعني قضاياهم يعني شائكة شوي، لأنه هم بحاجة إلى قرارات إيفاد جديدة. هم عبارة عن انتهت فترتهم السابقة إما طلاب بكالوريوس أو ماستر ولم يحصلوا على قرارات إيفاد. هناك طلبة حصلوا على قرارات إيفاد من جامعاتهم ولكن المالية لم تعتمدها. هناك جهود، هناك جهود، لكن قد تحتاج بعض الوقت بحكم الظروف التي نمر بها والتحولات والظروف الاستثنائية التي تمر بها الشرعية الآن في استعادة المؤسسات، ولكن أملنا أنه تكون الأمور طيب إلى الأفضل. اسمح لي بهذا السؤال سيادة الوزير، وأتمنى أن يتسع صدرك. طيب سيادة الوزير، اسمح لي بهذا السؤال وأتمنى أن يتسع صدرك له. تتحدثون كمسؤولين عن ظروف البلد وظروف الحرب وربما على الطلاب الصبر، أنتم كمسؤولين تستلمون رواتبكم ومستحقاتكم أم تأثرتم بهذه الظروف؟ أخي العزيز، أنا طبعا كلنا مع الطلبة، ولا يوجد شخص مستمتع أو مرتاح أو مبسوط أن يرى أبناء بلده وهم في حالة يعني صعبة جدا ولا يستطيعون أن يغطون التزاماتهم. الطلاب يعني احنا لا 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 نبرر لأحد مطلقا، لا نبرر لأي جهة مسؤولة، ولا بد أن تقوم كل الجهات المسؤولة بمسؤوليتها. تمام. أنا أشكرك، معالي الوزير على هذا الرد، وطبعا أنا أريد أن أوضح لك لست المعني أنت بهذا السؤال. نعم. هو ربما سؤال مطروح من الجميع وأنا أنت كنموذج طرحته. طيب تتحدثون عن ربما أزمة وظروف وحرب، مثلا موضوع الطلاب الاستمرارية تفندت السبب وقلت لماذا لا تصرف المستحقات، ماذا عن الباقيين من الطلاب المبتعثين والمبتعثين بشكل رسمي، أين هي المشكلة؟ لأن أنا أقول إنه هو يفترض إنه أن السؤال هذا يطرح على وزارة التعليم العالي والمالية. مثل ما تفضلت أخي الكريم ووضحت لك بالنسبة للسفارة، هي الاستفارات هي جهات إدارية وليست إرادية. أكيد. يعني مهمتها عملية التنسيق والتواصل والمتابعة. الذي نعلمه أن الوزارات في الداخل تبذل جهودا كبيرة في محاولة وصول يعني المستحقات في وقتها. أنا أملي كبير بأنه ستفي الوزارة والوزير بوعده حسب ما وعد بتصل خلال الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للطلبة الذين لديهم مستحقات وقرارات إيفاد وأمورهم واضحة، يعني هذه ثقتي، ونأمل أنه في المرات القادمة أو أن تتم تتجاوز الوزارة هذه الإشكاليات بحيث تصل المستحقات في وقتها. طيب الطلبة يشكون من عدم التجاوب من كثرة الوعود، أنتم كمسؤولين ضمن نفس الدائرة، دائرة المسؤولين والسلطة الشرعية الآن، هل هناك ردود تأتيكم من وزارة التعليم العالي والمالية على ما ترسلون كقناة تواصل لمشاكل وقضايا الطلاب؟ هل هناك ردود تأتيكم وبشكل إيجابي عن هذه الحل أم لا تجاوب أيضا بالنسبة لكم؟ لا لا، بكل تأكيد، نجد تجاوبا، التواصلات مستمرة من خلال المخاطبات المكتوبة ومن خلال الاتصالات التليفونية الهاتفية، وللأمانة أن التجاوب مطلوب وأن الإشكالات يعني ليست ذاتية كما يصورها البعض انه يعني هناك اهمال. لديهم ربما بعض الاشكالات يعني التي لا نعلمها، ولكن هناك يعني ما نلمسه انه هناك حماس واستعدادات للاستجابة وللتجاوب، وهذه مثل ما ذكرت لك الوعود التي تلقتها الملحقيات الثقافية لدينا. أشكرك جزيلا أستاذ علي الشريف الوزير المفوض في السفارة اليمنية في المغرب، شكرا جزيلا لك والمعذرة. ولدينا اتصال من المغرب أيضا، الأخ عبدو. عبدو صالح من المغرب، أحد الطلاب المبتعثين من المغرب، أهلا بك أخ عبدو، أنت على الهواء تفضل.
عن نفس الموضوع. وصلتنا مجموعة أيضا من المشاركات عبر الفيسبوك، نقرأ. مهدي الحامد يقول: قضية فساد لا أقل ولا أكثر، وعجز وفشل إداري وحكومي. مشاركة أخرى، تكرار الأخ مهدي. مشاركة أخرى، صادق القدم يقول: ليعلم الجميع أن الشباب عماد المستقبل، وعلى أكتافهم تبنى الحضارة، وأن الطلاب المبتعثين هم صفوة الشباب، وعلى الحكومة بذل أقصى مجهود في سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم فقط كي يكملوا مشوارهم التعليمي. إنهاء معاناة الطلاب، هذا الكلام المهم، يكون بتكفل الحكومة بدفع مستحقات الطلاب من مساعدات مالية ورسوم دراسية، فإذا استمرت هذه التصرف بانتظام فبالتأكيد ستنتهي كل مشاكل الطلاب. لدينا اتصال أيضا. تمام، نتابع هذه المادة أيضا. الطلاب أشقان الطلاب الدارسين في المبتعثين الدارسين في عدد من الدول العربية وغير العربية يعانون من حقيقة من أوضاع صعبة جدا نتيجة تأخر مخصصاتهم المالية. فعندما يكون الطالب في الجامعة أو مبتعث في الخارج وهو يعاني من أوضاع مالية صعبة، فيبدأ التفكير يعني لا يكون التركيز بشكل جيد على المجال الدراسي والجانب العلمي، بقدر ما يفكر في كيف يأخذ قوته اليومي وكيف يكون لديه مصروف تشغيلي. فنطالب حقيقة السلطة والحكومة اليمنية أن تنظر لهذه المعاناة التي يعيشوها زملائنا الطلاب المبتعثين في كافة الدول، لأنهم في يوم من الأيام سيعودون بالنفع، سيعودون بالعلم الذي التحقوا به والذي تعلموه من كافة من هذه الأماكن لكي يعودوا بالنفع لوطنهم. إخواننا في المهجة الذين يعانون ويجتهدون ويكابدون عناء العلم والتعليم في الخارج، ونتمنى لهم توفيقا بإذن الله ومستقبل زاهر. هم يعانون في الآونة الأخيرة من بعض الأمور السيئة والصعبة والمعوقات التي تعتريهم في الخارج، فالبعض منها قد تكون عدم توفير الإمكانيات المعيشية هناك، فقد تكون الأسباب مما يحدث وما آلت إليه البلد من الأوضاع في الأوقات المتأخرة، ولكن نوجه نداء للجهات المختصة بتقديم التسهيلات والرعاية والاهتمام بهؤلاء الطاقة الإبداعية العلمية الموجودة في المهجر، وأن يوفرون لهم الإمكانيات وتدليل لهم. اتصال اخير معنا في هذه الحلقه، احد الطلاب، محمد صالح. اخ محمد، اهلا بك محمد. اهلا بكم استاذي، وشكرا على اتاحه الفرصه لنا. تفضل. فقط انا وجدت ان اود ان انوه الى بعد اخر لمشاكل الطلاب، وهو ما يتغافله الكثير ويغفل عنه الطلاب. يا أستاذ، أنه ليست مشكلة فردية فقط على الطالب اليمني، نحن سمعنا كثيرا عن معاناة الطالب اليمني أثناء الدراسة وما إلى ذلك. نحن نعلم كثيرا أن غالبية الطلاب الذين يبتعثون أو يأتون عن طريق المنح التعليم العالي ليسوا من الطالب الغنية أو الذين أسرهم غنية وما إلى ذلك، وإنما يأتون نظرا لأنهم حصلوا على معدل متفوق من بقية الطلاب. الآن الطالب هذا لما ما يلاقيش إنه مصروفه وما يلاقيش الأموال التي يستطيع بها أن يدير حياته في المهجر، يضطر أن يستعين بأهله. أهل هذا الطالب في الغالب ليسوا أغنياء، وخاصة في الظروف التي يعيشها اليمن، لا مرتبات ولا أعمال ولا ما إلى ذلك، ولذلك يضطر أهل من أين سوف يأتي بالأموال هذه، سواء أهله من أين. نحن نعلم أن الوالد اليمني الذي يملك أو لديه ولد في الخارج يعول عليه كل شيء، ولذلك يضطر إلى أن يبحث عن الأموال من كل جهة. أكيد، وحتى أبناء الطبقة المتوسطة لم يعد هناك طبقة، تأثرت ظروف الناس كلهم الكل يشكو. شكرا جزيلا لك محمد، وهذه نقطة مهمة وواضحة. شكرا، نعدكم فقط بقناة بلقيس أن يبقى هذا الموضوع محل اهتمام
القناة ومتابعة دائمة لموضوع أزمة الطلاب. كنا نتمنى أن يكون معنا وزير التعليم العالي أو أحد الوكلاء، لكن لا تجاوب، وهذا ما هو معهود ومعروف عن حكومة بن دغر، لا تفاعل ولا اهتمام. شكرا جزيلا لكم، تحية طاقم البرنامج، انتهت هذه الحلقة من المنصة.